الخبر الذي صدم الجميع، هند القحطاني تزوج بنتها رؤى. وهند القحطاني راح تكون معانا اليوم في مكالمة مباشرة للتبرير عن هذا الموضوع. وأحلام ببيجامة نوم في برنامج سعودي آيدل، أصحاب يغدرون بصاحبهم ويحرقونه داخل سيارته. كل هالأخبار راح نعرفها اليوم في حلقة جديدة من مين مكسر السوشيال ميديا. لكن قبل لا نبدأ لا تنسون تضغطون الثلاث نقاط اللي فوق وتسوون اشتراك. وكالعادة أحب أقول لكم يا مرحبا بكم. يا جماعة أنا مصدوم، هل حرفيا هند القحطاني راح تزوج بنتها لرعاش؟ بنت هند القحطاني اسمها رؤى، رؤى بخطبها على سنة الله ورسوله. أفا رعاش يا جماعة متزوج ثلاثة ويبي بنت هند تكون الرابعة، لكم أن تتخيلوا. قولي رعاش يخطبك على سنة الله ورسوله وتراك الرابعة، يا أنت يا رؤى ترى هي زوجتي تكون الرابعة الختامية اللي ما ورها أحد. والله صدمة، وكمان تبيها الرابعة؟ لازم نتصل على أم عادي وناخذ رأيها. طبعا راح نكون الآن في اتصال مباشر مع أم عادي عشان نشوف موضوع خطبة رؤى من رعاش. إن شاء الله لا ترد علينا. أهلا وسهلا أم عادي. مرحبا ملايين، كيف الحال؟ والله أني تمام الحمد لله. أم عادي سمعنا أنك موافقة على خطبة رؤى من رعاش. من سابع المستحيلات ومستحيل، لأن رؤتي باقي لسه صغيرة. جميل، طب أم عادي ممكن تزوجي رؤى لمين؟ إلى الحين ما فكرت أني أزوج الكتكوت، لأن تعرفوا تغبوسة قلبي باقي صغيرة. وأنت يا أم عادي متى راح تتزوجي؟ إلى الحين ما لقيت اللي تنطبق عليه الشروط. طب قولي آمين. آمين. الله يزوجك واحد يشبهني. والله العظيم وقسما بالله أني أتجنن عليك. والصراحة أم عادي نحن على الهوى. أم عادي يعطيك العافية. أم عادي شكرا. على فكرة هلا، ترى أنا ما أدعي أم عادي، إذا مرة مرة مودي والكل يعرف هذا الشيء، فكان الله يجعلنا خذ ضيمك. أبشرين عيوني، يلا في أمان الله. مرحبا ملايين. زي ما سمعتم وشفتم أم عادي رفضت رفض تام موضوع الزواج. ودي أعرف رأي أم عادي يا جماعة في هذا الموضوع بالتحديد. لولا المتابعين اللي يحترموني ويحبوني كان الحين فكيت حذياني ولصقتها بوجهك. اي كافو أم عادي، كافو أم عادي، علمه انه يبي يدخل البيت يحجز تذكرة ويجي يخطب، اما انه يدخل عن طريق السوشيال ميديا عشان يكسب المشاهدات فهذه مشكلة. الفنانة الكبيرة والقديرة والمميزة والجميلة والمبدعة والمتألقة الملكة أحلام اللي اتفق الجميع على حبها وكلنا متفقين على إبداعها. أحلام أنا آسف، بعرف شلون فكرتي لما سويتي إعلان سعودي آيدل. الليلة راح ينطلق برنامج سعودي آيدل، برنامج البحث عن محبوب السعودية الأول. أم فاهد والله ما أدري إيش أقول لك، خلصت كل الفساتين الحلوة اللي عندك وكل شيء جميل عندك عشان تطلعي بالبيجامة. إيه تقن تمام، شنب تمام، حواجب تمام، بسم الله توكلنا على الله. متابعين مين مكسر السوشيال ميديا حلقة تمام تطلع كذا لايف. إيه إيش المشكلة؟ الماركة أهم شيء، فنيلة يا جماعة، إيش المشكلة؟ أنا الملك عبد الرحمن، صوتي والكلام اللي أقوله هو المهم، مو مهم أنا إيش لابس. ما بيسمع ولا صوت في المكان، خلونا نبدأ. صراحة كانوا الشباب مستعجلين عشان كذا أنا طلعت بسروال وفانيلا، وعندي عذري. مشوها عادة أشوف مقاطع كذا ولا كذا. تدرون وش اللي شايل همه؟ أن الملكة أحلام تعصب أو تزعل. يا حبي لها، والله إني أحب. يا جماعة ما بدي أسمع صوت في الاستديو. يلا خلاص من جد، هذا اللي شايل همه، تعصب علي زي كذا. بس حبيبة أم فهد أدري وراح تزعل. عندي سؤال أخير للملكة أحلام، من أنا وصغير ولا أتابعك وأحبك وأعرف شامتك فوق فمك، شلون انسحبت صارت هنا؟ خلاص
غالباً ما أحب أنقل هالنوع من الأخبار، لكن الكل ممكن استغرب من العنوان أنهم أصحاب يغدرون بصاحبهم ويحرقون أي الخبر مفجع وصادم لكثير من الناس. بعطيكم القصة بشكل جداً مختصر حسب ما هو متداول. مجموعة شباب كان بينهم خلاف، بعد فترة اجتمعوا على أساس يحلوا الخلاف مع صاحبهم. تفاجأ الشخص اللي جالسين يحلوا مع الخلاف أنهم ربطوه في سيارته وحرقوا سيارته. الشخص المحروق بقدرة قادر ذاب الحبل المربوط فيه، خرج من السيارة وكان يصرخ بالشارع متأثر بالحروق. بعدها انتقل إلى رحمة الله بندر. ساعات قليلة والأمن العام يمسك بالشخص اللي ولع السيارة. قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرا بذلك، وتبين من إجراءات الاستدلال وجود خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. حرفياً زمان كنا نسمع مثل اعذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة، واليوم نشوف الأصدقاء وش سووا بصديقه. ما نقول غير لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يرحمك يا بندر، وإن شاء الله سيتم معاقبة المتسببين بأشد العقوبات. متابعين مين مكسر السوشيال ميديا، وصلنا لنهاية الحلقة. أدري إنه مقصرين وما نزلنا حلقة الجمعة، الله يتعاون يا جماعة. شوفوا يلا قاعد أسولكم حلقة اليوم، إن شاء الله نعوضكم في الأيام القادمة. كالعادة نشوفكم كل ثلاثاء وجمعة الساعة 9 بتوقيت السعودية. كالعادة مرة ثانية أحب أقول لكم في أمان الله.